اولا الحدث ديال الوفاه الشهيده شيرين ابو عقله حدث مؤلم، جريمه نكراء مدانه لا يمكن تبريرها او تسويغها او القبول تحت اي ظرف من الظروف بتلك الجريمه النكراء التي وجهت اولا الى الصحافه، الى الحق في الاعلام، الى الحق في معرفه ما يقع. الجريمه حصلت اثناء عمليه اجتياح من طرف قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين بعد شهر من الصمود البطولي للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الاحتلال العنصري الاستيطاني الصهيوني القذر الذي لم يتردد في استهداف الأقصى المبارك واستهداف قبة الصخرة واستهداف الحرم المقدسي ثالث الحرمين الذي ترأس بلادنا في شخص جلالة الملك أمير المؤمنين نصره الله لجنة القدس والتي كان موقفها مشرفا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الصهيوني على القدس طيلة شهر. إذن الجريمة التي استهدفت شيرين أبو عقلة رحمة الله عليها، هذه الجريمة النكراء لم تكن فقط موجهة إلى الصحافة بل كانت موجهة إلى نضال الشعب الفلسطيني. ولهذا بالنسبة إلي عندما وقفت على تلك الجريمة اعتبرت أن ما حصل لا يمكن، لأن الجميع أدانه، الجميع ولا يمكن أن نحول المعركة من الاحتلال إلى أن تصبح معركة في الداخل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.